في هذا الملتقى، ملتقى لصايل من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث التقينا فالتقت هذه الشعارات القادمة من كل حدب وصوب، وانطلق شوطنا الرابع المخصص للجعدان فئة المهجنات على صايل، وختام الجولة الأولى للأربعة الأشواط مباشرة إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. هذا هو الفارس أحمد بن علي بن محمد بن واس الاكتبي، يقدم لنا الفارس بهذا الشكل والأداء الجميل على الصدارة والأولى على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو الشامخ سعيد بن علي بن عيسى الاكتبي اللي احتل المركز الثاني. المركز الثالث القدوم والوصول من حايلتك رقش من طبازة بالدودة العامري، يتقدم بوسيل ويقدم قدم لنا سلالة حايلتك، بينما المركز الرابع الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام من مغادر، هناك مغادر يتقدم علي بن ميل الوهيبي، يتقدم لنا الظاهر ويقدم لنا مغادر. المركز الخامس القادم ملبي عبيد بن سالم بن سعيد الاكتبي، والمركز السادس سادس التحديات والإثارة الوصول من بشار سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري. المركز الثامن وصول وتقدم من هذا الاسم مشكور حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما المركز التاسع وصل هناك نجد محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي، والمركز العاشر هذا اللي تدخل في هذه اللحظات وفي هذا المسار قادم في هذه اللحظات، وصل الغزال أحمد بن ناصر بالدقاش العامري. هكذا النتيجة وهكذا المسار للعشر المراكز الأولى المتقدمة المندفعة هنا بهذه الشعارات وبهذا الأداء المميز وبمسيرة هذه الهجن وهذا الشعار من سن الصغار حتى سن الامتاع وسن الإذاعة. نعود إلى المقدمة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة مع المقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. هذا هو الفارس، ما زال الفارس على المقدمة وعلى الصدارة الأولى أحمد بن علي بن محمد بن واس الاكتبي، يتقدم على البداية الأولى ويقدم لنا الفارس مع أول أشواط الجعدان المهجنات الأصايل. المركز الثاني يتقدم مغادر علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الثالث وصل نجد، تقدم نجد، تسلل في هذه اللحظات محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي اللي ماخذ المركز الثاني في هذا المسار، بينما المركز الثالث وصلكم الغزال وتقدم شعار بالدقاش أحمد بن ناصر بالدقاش العامري، والمركز الرابع مرحبا يا أبو سهيل يقدم لنا حايلتك رقش من طبازة بالدودة العامري، يتقدم راعي مياس في هذا المسار ماخذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس الله يا سلام ياهو زحفة ياهي اسماء قادمة ياهي شعارات واصلة. مشكور حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما هنا الوصول وتقدم مشاهدينا من شاهين ما يبنى لطاري الله في هذه اللحظات سالم بن حمد بن جذوه العامري، بينما هنا الوصول والتقدم من منذر عبد العزيز بن راشد بن سعيد الاكتبي، وهنا القادم هنا الكلباز علي بن عبد الله البطين المري، يتقدم مع الباز في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة. الله 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 على هذا الزحفة، الله على هذه الأسماء، الله على هذه السرعة،
في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة، في ميدان الوثبة الركض غير، الناموس غير، ولكن الأسماء ظهرت، وظهر هنا القادم الفارس محمد بن أحمد بن سيف الغفلي، وهناك القادم مشاهدينا متابعينا الكرام الله يعنيد، وصل عنيد مبارك بن محمد بن فالح بن سيف الشامسي وشعار بن نصرة خذ المركز العاشر. هناك أيضا يقدم لنا عتيم يابر بن صالح بن محمد بن نصرة العامري. هكذا النتيجة وهكذا المسار، هكذا التحدي وهكذا الانطلاق المميز دائما في كافة الانطلاقات والتحديات. الله، أعود إلى البداية الأولى، لنا عودة إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول الكيلو ونصف الكيلو. يهل الجعدان، يهل الجعدان، البداية والمقدمة والمركز الأول الفاروس. ما زال ما زال شعارك يا أبو نواس على المقدمة مع الصدارة الأولى. أحمد بن علي بن محمد بن واس الاكتبي يتقدم مع الصدارة الأولى مع المركز الأول، يقدم لنا الفارس وإنتاجه الغني دائما على التعريف. الفاروس راح المركز الثاني، وصل نجدة محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي المركز الثالث. مرحبا بالباز، مرحبا بالباز وشعار البطين علي بن عبد الله البطين المري يتقدم مع الباز. أهالي أهالي القادمين هنا، أهالي عجايب مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذا هو نجدة الواصل في هذا المسار. متعب، متعب وصل، تقدم متعب علي بن سالم بن حمد المري. ياهو شوط، ياهي تحديات، ياهي إثارة هنا في هذا المسار، ولكن الفارس الفارس ما زال الفارس ما زال على مقدمة هذا الشوط. هذا هو الفارس وعلامة الجودة عليه. هناك أيضا على المقدمة مع المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل والمميز هنا. يا سلام يا أبو نواس، يا سلام يا أبو نواس، يقدم لنا الفارس أحمد بن علي بن محمد بن نواس الاكتبي. هذا هو الفارس، هذا هو الفارس، ورقص الفارس وتحديات الفارس وانطلاقة الفارس. سلام محمية الروية، سلام سلام على هذا الانتاج الجميل والمميز على البداية الأولى. القادم الفارس أيضا مع المركز الأول والمركز الثاني، سلالة الفارس محمد بن أحمد بن سيف الأغفلي اللي خذ المركز الثاني. المركز الثالث الهارب مسلم بن حمد بن متعب العامري، بينما المركز الرابع وصل وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع عتيم يابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري. والمركز الخامس وصل وتقدم مشاهدينا متعب علي بن سالم بن حمد أبو شلقة المري. هكذا أعود إلى التوقيت الزمني 9 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لراعي الفارس هنا على هذا الفوز الجميل والمميز. مشاهدينا متابعينا الكرام، كان من نصيب أحمد بن علي بن محمد بن واس الاكتبي، قدم عرض جميل على المركز الثاني. الفارس أيضا 9 دقائق 9 ثواني 9 أجزاء من الثانية اللي احتل المركز الثاني. هناك أيضا محمد بن أحمد بن سيف بن محمد الغفلي الفارس، وسلالة الفارس الغنية عن التعريف دائما تأتي لنا نوعيات جميلة وغنية دائما في كافة انطلاقاتها. 9 دقائق 11 ثانية جزئين من الثانية اللي احتل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، كان من نصيب الهارب مسلم بن حمد بن متعب العامري. فتهانينا والناموس لكافة الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.